مرحبا بكم شركائنا الأعزاء في كل أنحاء العالم. الفيديو هذه مهمة جدا لأنه مش نحكي على توسع أرضية وخاصة إنشاء مقرات جديدة. واليوم مش نعطيكم المعلومات والتواريخ لإنشاء مقرات جديدة لتسهيل شغلكم في البلدان اللي موجودة فيهم أرضية. أول حاجة يوم 1 نوفمبر 2024 مش يتم افتتاح مقر أرضية عمان في مسقط. ومش نعطيكم البرنامج كامل بالتوقيت والبرنامج لكل شركائنا اللي يحبوا يكونوا موجودين، وإن شاء الله مش نكون متواجد شخصيا في مسقط باش نشارككم الفرحة هذه، وإن شاء الله تتم الفايدة وتم النفع للناس الكل وتستفادوا من تواجدنا في مقر تشوفوه إن شاء الله، مقر ينال أعجابكم ومقر يكون عندكم كل ما تحتاجوه لتحقيق أهدافكم إن شاء الله. معلومة أخرى أنه في شهر نوفمبر مش يكون افتتاح آخر، ومرة هذه يوم 9 نوفمبر 2024 مش يتم افتتاح مقر أرضية ليبيا، ومش يكون تحديدا في طرابلس. وفي نفس الوقت مش نعطيكم المعلومات كاملة في البرنامج والتاريخ والساعة، مش نكون متواجد إن شاء الله باش نشارككم الفرحة هذه، وتجمو تجيو من كل أنحاء العالم باش تزوروا شنو محضرين لكم في ليبيا. حاجة أخرى مهمة باش تكون في ليبيا أنه الافتتاح الرسمي مش يكون يوم 9 نوفمبر، لكن مش يتم افتتاح وتجمو تمشيو المقر أرضية طرابلس يوم 31 أكتوبر باش تعيشوا أول نهاية حملة أكتوبر في المقر نتاعك. وفي نفس الوقت من يوم 2 نوفمبر حتى 8 نوفمبر مش يكون المقر مفتوح ليكم، لكن الافتتاح الرسمي مش يكون يوم 9 نوفمبر، وإن شاء الله نتلقى وتكون يعني انطلاقة. ما شاء الله كانت الشغل في عمان وفي ليبيا شغل يعني الحقيقة متميز، لكن مع المقرات إن شاء الله ننتظر أنه تكون إنجازات أكبر لشركانا إن شاء الله. شركانا الأعزاء، بما أن حكينا شوية على المقرات، شفنا أنه في الجزائر تم افتتاح مقر سطيف ومقر بليدة، ونتمنى أنه يعود بالنفع للشركاء الكل. عندنا نية جادة أنه في تونس إن شاء الله قريبا مش نعمله إن شاء الله مقر في الساحل، مقر في الجنوب ومقر في الشمال الغربي. بالنسبة للساحل اخترنا أنه تكون في سوسة، وإن شاء الله ونقعد نشتغل عليه إن شاء الله. وبالنسبة للجنوب والشمال الغربي مش نتشاوروا مع شركائنا مش نشوفوا شنو المدينة اللي مش تحتضن المقرات هذه إن شاء الله. شركائنا الأعزاء، مبروك علينا، مبروك عليكم الافتتاحات الجديدة هذه. إن شاء الله أرضية ديما متواجدة باش تعطيكم وسائل النجاح من مقرات، من خطة دخل، من منتوجات، من اي تي، من اي كوميرس. إن شاء الله قاعدين نستمع عليكم باش نوفروا لكم وسائل النجاح، وإن شاء الله ديما نشوفوكم متفوقين وديما نشوفوكم ناجحين، وانتم وفرقكم، وأرضية فور لايف.